الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين، اما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب سنه المغرب بعدها وقبلها. بعد أن ذكر رحمه الله تعالى السنن الرواتب، وذكر سنة الظهر، ثم بعد ذلك ذكر سنة العصر، ذكر سنة المغرب، السنة البعدية والقبلية. فالمغرب له سنة قبلية وله سنة بعدية. فالسنة البعدية هي السنة الراتبة، والسنة القبلية هي السنة المؤكدة التي أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: بين كل أذانين صلاة. قال في الحديث الذي مر علينا: بين كل أذانين صلاة ثلاث مرات، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. هذا عام في كل صلاة، يعني بين كل أذانين يصلى ركعتين. لكن سنة المغرب بالخصوص هي آكد هذه السنن، لتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم للمغرب بالخصوص، كما سيمر علينا في الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله. قال رحمه الله: تقدم في هذه الأبواب حديث ابن عمر وحديث عائشة، وهما صحيحان، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد المغرب ركعتين، وهذه هي السنة البعدية، السنة الراتبة. ثم قال رحمه الله: وعن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء، رواه البخاري. وهذا يفيد أن السنة القبلية للمغرب آكد السنن القبلية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: بين كل أذانين صلاة. فالمغرب خصصها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. فهذه زيادة على قوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. فدل على أهمية هاتين الركعتين التي قبل المغرب، لتأكيد النبي صلى الله عليه وسلم عليها بالخصوص، وقالها ثلاثا، وحتى لا يظن أنها واجبة قال في الثالثة: لمن شاء. فينبغي المسلم إذا دخل المسجد أو كان في البيت وأذن المؤذن لصلاة المغرب أن لا يدع هاتين الركعتين، لتأكيد النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وأيضا لحرص الصحابة على أدائها كما سيمر علينا. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب، رواه البخاري. أي أن الصحابة رضي الله عنهم، بل كبار أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كما يحدث أنس، لأنهم صغار الصحابة رضي الله عنه، يبتدرون السواري، السواري الأعمدة، يبتدرونها حتى تكون لهم سترة، فيصلوا هاتين الركعتين قبل صلاة المغرب. ثم قال رحمه الله عنه، أي عن أنس، قال: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب، فقيل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما، فلم يأمرنا ولم ينهنا، رواه مسلم. وعنه قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما، رواه مسلم. وهذا كله يدل على أهمية هاتين الصلاتين، فقد كان الصحابة رضي الله عنهما يحرصون عليهما حرصا عظيما. وهنا في قوله: كنا نصلي على عهد رسول الله، كنا، أي هذا منهج السلف ومنهج الصحابة، أنهم كانوا يحرصون عليها. فهو لا يتكلم عن نفسه، لا يتكلم عن العموم، قال: كنا نصلي على عهد رسول الله ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب، وهي الركعتان التي ذكرناهما. فقيل: كان الرسول صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ وهنا مسألة مهمة: هل يلزم أن يكون الرسول صلى هاتين الركعتين؟ لا يلزم، لأنه أمر بفعله، أمر بقوله. هذا من ناحية. الناحية الثانية أنه أقر فعلهم ولم ينكر عليهم،
فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بل أكد صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء، وأيضا بإقراره للصحابة وحرصهم عليها، فلم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم، لم ينكر ركعتين ولم ينكر الاجتهاد في أدائهما من الصحابة رضي الله عنهما. قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. وفي الحديث الذي بعده قال كنا في المدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريب الذي ليس من يعني الصحابة أو جاء مسافرا لا يعلم الحالة عليها الناس يظن أن الصلاة قد صليت من كثرة المبادرين إلى صلاة الركعتين قبل المغرب. فلذلك ينبغي على المسلم أن يحرص على هاتين الركعتين وألا يفرط فيهما. ثم قال رحمه الله ونختم به، قال باب سنة العشاء بعدها وقبلها. قال في حديث ابن عمر السابق صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العشاء، وحديث عبد الله بن مغفل بين كل أذانين صلاة متفق عليه كما سبق. وفيه أن العشاء لها سنة قبلية وبعدية. القبلية هي عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، والسنة البعدية وهي السنة الراتبة التي جاءت في حديث ابن عمر وحديث أم حبيبة وحديث عائشة رضي الله عنهما. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.